فضيلة الشيخ، ما أبرز الآداب عند زيارتي، يقول لزيارة المسجد النبوي؟ كغيره من المساجد أن تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم إذا أردت الجلوس في المسجد النبوي تصلي ركعتين تحية المسجد. نعم.